من دولة الكويت المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وهو إحدى المبادرات الخليجية التي اطلقتها عام 2020 الدكتورة هنادي مباركي. المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسس شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية، والتي تركز عليه الاقتصاد الرقمي الذكي المستدام القائم على البرامج الحديثة للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، في حين ينعقد المؤتمر في الفترة من 20 إلى 22 من يونيو لعام 2023 من الساعة 10 صباحاً إلى 9 مساءً بتوقيت الكويت عبر منصة فوفا للذكاء الاصطناعي، بمشاركه خليجية واسعة تفوق 220 خبيراً. ويتناول المؤتمر التوجهات الحديثة في ظل التحول الاقتصادي الرقمي الذي تشهده الاقتصادات العالمية لاستشراف مدن الذكية وسبل استخدام التقنيات المبتكرة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرة قطاع الأعمال على مواكبة المتغيرات ودور الريادي لأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وأهمية برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا في تحقيق النمو والتويع الاقتصادي في ظل المنافسة العالمية. كما يشمل المؤتمر على متطلبات الأسواق العالمية الجديدة وسبل تحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة من مخرجات الابتكار وطرق تطبيقات والذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي. وختمت الدكتورة هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسس شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية أن المؤتمر يأتي تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي ذوات القرن التكنولوجي.